كارثة بعض التفاعلات السلبية من تجيها واللي تسمح ثقافتنا الشعبية بيها. تسمح لي أتكلم بصراحة؟ لو لا جاء مني لو أحكي لو ما أحكي يبلي. اليوم من تباوع لشاب عمره 15 سنة 17 سنة أبنائي الله يحفظهم ديراسل بنية ديراسل فتاة بريئة عمرها 15 سنة ويمثل عليها دور الحب ويمثل عليها دور العشق ويقعدون يسولفون يقولها مثلا شهر العسل مالتنا راح يصير باسطنبول ما ادري وين لك يا شهر عسل وينك وين شهر العسل انت. وهذه البنية مصدقة ودي يستغل براءتها لانه هاي معتقدة انه هذا مو كاذب معتقدة انه هذا فعلا راح يجي ويخطب ويتزوج ويقعدون ويقول له يقولها راح نخلف اول ولد راح نجيبه نسميه دريد عيني ومن هالكلام. بلي شوي يرد للطفل جو هنا ما تتفق معاي. طبعا ابوه امه ما يدرون بي ما يدرون بهذا الشاب ايش دا يسوي. هذا دا يستغل براءة الفتيات كمل منها شاف الاجمل تركها وراح للأجمل. بتلاحظ انتقل للأجمل مثل عليها نفس الدور شاف الأجمل منها انتقل كذلك للأجمل وهكذا إلى أن يصل إلى مرحلة الاقتناع بأنه هو كازانوفا الذي تركع أمامه النساء. قد البعض منكم يشوفها طريفة ويبتسم لها لكنه في علم النفس هذه حقيقة. الإنسان من يستمر في هذا التفاعل السلبي هذا النيجاتيف رياكت راح يولد عنده قناعة بأنه هو الجميل الذي تركع أمامه النساء. الأب والأم ما يدرون ابنهم ايش دا يسوي كارثة. أنا أريد أوجه النداء لذول الشباب أقول له طيب يا ابني أنت تدري بنفسك دا تمثل انت تعرف انت ما راح تتزوجها وانت تدري بنفسك ما تحبها. معقولة هو هذا احترامك للمرأة؟ هاي المرأة اللي انجبتك هاي المرأة اللي هي امك هاي المرأة اللي هي اختك هاي المرأة اللي هي زوجتك مستقبلا هاي المرأة اللي هي بنتك هو هذا احترامك لها؟ المرأة في نظرك دمية تقضي وقت بيها؟ اسال بعض الشباب اقول له ليش انت تسوي هيك؟ يقول لي مو عندي مشاعر اريد افرغها. عجيب انت تفرغ مشاعرك في رؤوس بنات الناس؟ يعني انت ما اكتفيت انه تقتل براءتك ابني النوب تقتل براءة بنات الناس ايضا؟ انت لو كنت صادق معاها وقلت لها انا دا اكذب انا دا العب راح تشوف ردة فعلها ساعتها اكيد راح تعطيك بلوك. اتمنى النداء يوصل لبناتي. بناتي هذا كاذب دا يكذب كذاب. يا ولد هذا عمره 15 سنة دا يقدر يتزوج شلون وهو بعده بالثانوية؟ وين الزواج؟ هذا تفاعل سلبي. ثقافتنا الشعبية هنا أرد أسأل الشباب أنتو عقول القرن 21 ثقافتنا الشعبية قبلت بهذا الشيء؟ أنا أعرف الجواب بس أسألك ثقافتنا الشعبية قبلت بهذا الشيء؟ شوف بدت المجاملة والمثاليات. قال لي سألت عقول القرن 21 قبلت والله شنو؟ لأنه حضرة جنابه مربي له شارب وعنده لحية فمعناها يسوي اللي يريده ما حد يقدر يحاكي ما حد يقدر يوقف عند حده. شليش أنا رجل؟ شوف ثقافتنا الشعبية قبلت. لكنه لو ثقافتنا الشعبية رفضت لو ثقافتنا الشعبية فهمت أنه أكو شيء اسمه علم الاجتماع
علم الاجتماع يقول كل تفاعل سلبي يبدأ بشيء صغير سينتهي يوما بكارثة. الله. أقول لك فرد شيء، شوف، مرات ليصيبك الفزع، ليصيبك الهلع، أشوف البعض ضايج من قهر، ليصيبك الفزع والهلع، تدري ليش؟ لأنه أفعالك راح تزورك في يوم من الأيام. خنت تنخان، اغدرت تنغدر، تكبرت يتكبر عليك، راسلك محتاج وما جاوبت، شفت نفسك متعجرف، سيسلط الله عليك من يتعجرف عليك. بلي، اطمئن انه عدالة الله موجودة، وانه افعالك يوم من الايام راح تزورك، ثق مني. علي بن ابي طالب عليه السلام يرتقي المنبر يقولهم ايها الناس ان هذه الحياة دائن ومدين، هاي الحياة دائن ومدين. اقول سيدي ابا الحسن ليتنا استوعبنا ثقافتك، فكرك، منهجك. علي بن ابي طالب دا يحذر قبل 1400 سنة من انه افعالك تزورك في يوم من الايام. ليش من قهر؟ اذا تريد تنقهر انقهر من نفسك. اشوف البعض هز راسه، نعم بلي، نفس التعجرف اللي مارسته راح يمارس معك، نفسه لا ينقصنينيا ولا يزودني.